بسم الله، مرحبا بكم. معكم إبراهيم محمود مرسي. الفيديو الحالي بعنوان شرح برنامج موهو، شرح أدوات الرسم. والبرنامج ده لعمل وتصميم وإنتاج وتحرير أفلام الرسوم المتحركة أو أفلام الكرتون ثنائية الأبعاد. وفي طبعا بعض إمكانيات كده بسيطة لعمل رسوم أيضا بطريقة ثلاثية الأبعاد. النهاردة هنشرح أدوات الرسم. مجموعة الأدوات اللي بتظهر في يسار الشاشة دي في أدوات رسم وأدوات تعبئة وأدوات اللايرز أو الطبقات وكده والكاميرا الكلام ده، ولكن النهاردة هنتعرض لأدوات الرسم بالتفصيل، نعرف كل حاجة عنها إن شاء الله عشان لما نستخدم البرنامج ده يكون معانا يعني معلومات كافية لاستخدام، أو معلومات يعني إيه مناسبة لاستخدام الأدوات دي. فنروح للبرنامج بتاعنا، وطبعا عرفنا ان احنا ممكن نعمل زوم على اي مكان كده في الشاشة بس من خلال بكرة الماوس. تمام، انا عندي هنا اشكال، انا هحذف كل الاشكال دي، ولكن وانا بحذف الاشكال دي انا عاوز استغل ان انا اعرف ازاي احذف الاشكال او ازاي احددها واحذفها. يبقى احنا كده من خلال الخطوة دي ان انا هحذف الاشكال اللي عندي عشان ابدأ من البداية تماما، استغل النقطة دي واحدد الاشكال بتاعتي واحذفها. تحديد طبعا عندنا هنا في ادوات الرسم اللي هنستخدمها النهاردة. تعالى ناخد القلم بتاعنا كده. ادوات الرسم ده اللي هنشرحه النهاردة، الجروب ده او المجموعة دي تولز درو رسم، وعندنا الحاجات دي من ضمنها طبعا الخطوط المتقطعه ديت اللي في الاول، وبعدين علامه البلاس دي والحاجات دي كلها. طيب قلنا هنحدد، عشان احذف اي شكل بروح احدده اضغط على الاداه دي، لما اروح عليها كده في عندي هنت او يعني التسميه بتاعتها، التلميح بتاعها بيقول لي سيلكت بوينت، يعني ان انت تعمل سيلكت او تحديد لنقاط معينه. اي شكل عباره عن نقاط، يعني المثلث ده 3 نقاط، ماشي، المستطيل او المربع 4 نقاط. فانا لما بحدد، لما بضغط على الشكل كده بيتم تحديد ادي نقطه 2 3 4. تمام، لما بتحدد الشكل كده بيحدد لي النقاط بتاعته الخارجيه. كويس، طيب لو الشكل فيه نقاط كتير، ها انا لما بضغط كده او ضغطت على النقطه دي مثلا كده فحدد لي النقطه دي، بس انا عايز احدد الشكل ده كله او مجموعه الاشكال. لما بنضغط على الشكل كده بيحدد الشكل كله، او ممكن من الاداه اللي هي سيلكت بوينتس دي ابدا احدد الشكل او مجموعه الاشكال. تمام، طيب التحديد ده لما بعمل سيلكت كده من اي نقطه واعمل سحب كده لنقطه تانيه، حدد لي، خد بالك النقاط اللي داخل التحديد بتاعي، النقطة دي أو التحديد اللي أنا عملته ده تحديد عامل كده زي المستطيل كده أو زي المربع. في تحديد تاني لو احنا اخترنا من الخيار، طبعا أول ما نختار الأداة أي أداة من دول بيظهر لي هنا مجموعة خيارات للأداة دي، من ضمنها حاجة اسمها ليزو مود أو الوضع الحر. الوضع الحر ده إن أنا بعمل كده، شفت اللي حصل ده، عايز احدد الشكل ده مع الشكل ده كده، يبقى احدد لي النقاط بتاعت المثلث ونقاط المستطيل. عايز احدد بس نقطتين من المستطيل، يحدد احوط حواليهم كده نقطة واحدة كده، نقطتين من المستطيل ده مع هنا كده، خلينا نقول مع النقطة دي كده، شفت، يبقى النقطة دي والمثلث ده نقطتين من هنا ونقطتين من هنا مثلا، يبقى بحددهم كده. مش شرط ان المنحنى اللي انا بعمله يكون مغلق، ممكن اعمل كده بس فيحدد النقطتين دول، ممكن اعمل كده خد بالك وما اقفلش الخط بتاعي، مش شرط ان هو يكون مغلق، ولكن الافضل ان هو يكون مغلق عشان ابقى متاكد ان انا حددت كويس، ماشي، ولكن طبعا من غير ما يكون مغلق عادي. المهم انا هحدد كل الاشكال اللي عندي وبعدين اضغط زر ديليت من لوحه المفاتيح كده، لغالي كل الاشكال، حذف كل الاشكال. ومع حذف الاشكال اللي عندي في ادوات كتير من ادوات الرسم اصبحت نوت اكتيف، مش شغاله، اصبحت غير فعاله. ليه؟ لان زي يعني ما بنشتغل في اي برنامج كده في حاجات امكانيات معينه مش بتظهر غير مع ادوات معينه. يعني هنا هنرسم مستطيل او مربع
ماشي. لما رسمت مستطيل او مربع ليه نقاط، ليه تحديد، ليه حركات، ليه حذف، ليه مش عارف ايه، ليه مغناطيسيه معينه، ليه حدود منحنيه، ممكن ازود عليه نقاط، ممكن امسح، احذف، اعمل له استدارة. كل الخيارات دي ظهرت لما رسمت الشكل ده. تمام. طيب خلينا نقول حاجه مهمه، نحذف الشكل الجديد ده. خلينا نقول حاجه مهمه، انا رسمت الشكل. طبعا هنا عرفنا ان انا اعرف ازاي اعمله سيلكت بوينت للنقاط معينه او لكل النقاط بتحديد حر، زي انا عملت كده بالقلم كده، قلم التحديد ده، او لما اضغط على الليزو بوينت، الليزو مود ده او الوضع الحر ده، اشيل علامه الصح دي، فبالتالي بيكون التحديد بتاعي عباره عن مستطيل كده. تمام، مستطيل تحديد او مربع، مربع او مستطيل. تمام. طيب انا كده رسمت الشكل اللي معايا ده وحددته، هل ممكن ان انا اعمل نقل لنقاط معينه، احركها يمين شمال فوق تحت اي حاجه؟ هنا في اداه اسمها ترانسفورم بوينتس، والاداه دي يعني بتعمل لي حاجات جميله جدا، من ضمنها تعالى نضغط كده عليها. اول ما ضغطت عليها شوف، عامل لي كده الشكل عباره عن مستطيل بالاحمر بعيد، خارجي بعيد اهو، ومستطيل على الشكل بالظبط، ومن ضمنه النقاط الاربعه اللي بقدر اتحكم فيها، وفيه نقطه في النص ظهرت ومستديره كده. تعالى نعمل فيل للشكل ده باي لون تاني علشان يعني اشوف الشكل بتاعي افضل من كده، لون خفيف خالص كده مثلا. تعالى نحدد بقى النقاط دي هنا كده. انا خدت الاداه اللي هي ترانسفورم بوينت، الاداه دي ظهر لي في النص فيه علامه نقطه ارتكاز، هنعرف يعني ايه اهميتها دلوقتي. وظهر لي الاربع نقاط دول في مستطيلين محوطين بالشكل من كل ناحيه، ماشي. والشكل المؤشر بيتحول للشكل ده بحيث ان انا اقدر ادور يمين او يسار ومن فوق كمان عادي من اي اتجاه. ها، لما الماوس بياخد الشكل، المؤشر بتاع الماوس بياخد شكل الدائري ده، وكمان اقدر ان انا انقل كده لما المؤشر بتاع الماوس ياخد الشكل اللي هو البلس ده، تمام، هنا مثلا، وادوره كده او كده عادي يعني، معاك بقى كل الاتجاهات خلاص. كمان النقطة اللي في الركن دي ممكن ان اسحب منها واكبر الشكل بتاعي او اصغره، مش شرط النقطة دي طبعا، ممكن اي نقطة كمان من هنا. تمام. انا عاوز اقول بقى ايه اهمية نقطة الارتكاز اللي انا مسكتها دي وحركتها، وايه اهمية نقطة الارتكاز ايضا اللي في نص الشاشة دي. اللي في نص الشاشة دي خاصة باللاير، طبعا احنا عندنا طبقات كتير لايرز، ماشي، هنتعرض لها ان شاء الله، اللي هو الجروب بتاع اللاير ده اهوت، اقدر احركها، ولكن طبعا هنتعرض لها في الدرس بتاعها. خلينا النهارده او دلوقتي في نقطه الارتكاز بتاعه الشكل. الشكل بتاعي لو نقطه الارتكاز في المنتصف كده، تعال نحركه شويه لاعلى، تمام، نقطه الارتكاز في نص الشكل، يبقى انا لما اعمل استداره، الاستداره هتكون حوالين نقطه الارتكاز دي، شايف، حول نقطه الارتكاز دي كأن المسمار اللي انا او الدبوس اللي انا مثبت به الشكل فيه على السبوره مثلا. فين الدبوس ده؟ هو ده اللي في النص ده. طب لنفترض ان انا ثبت الدبوس هنا وبدات اعمل استداره للشكل، شايف ايه اللي بيحصل؟ حوالين نقطه الارتكاز، غيرت نقطه الارتكاز وخليتها في الناحيه دي، لما احرك الشكل استداره هلف حوالين نقطه الارتكاز. طب نقطه الارتكاز خليتها هنا، خد بالك فين؟ في ركن الشاشه بتاعتي، والف بالشكل، هيلف فين؟ كده انا ما لفتش بالشكل كده، انا بحركه، تمام، في نقطه الارتكاز، نقطه الارتكاز هنا اهي. الف ازاي؟ لما المؤشر يتحول، مؤشر الماوس يتحول لشكل الدائري ده، خد بالك انا بشد اهو، هو بيلف دلوقتي حوالين النقطه اللي هي فين، اللي في الكورنر دي اللي انا مسكتها دي، تمام، حد التاني اهيت. طب لو ضفتها مثلا هنا في اي مكان، هو كانه كده ملتصق بي او مرتبط بالنقطه دي، لما الف هيلف حوالين النقطه، نقطه الارتكاز اللي هي دي.
الاصل طبعا ان هي بتكون فين؟ في منتصف الشكل. طب لو عندي اكتر من شكل، تعال نرسم شكل تاني وليكن مثلا مثلث اهو. هنا اصبح عندي شكلين، الشكل ده خلينا نحذف النقطه اللي انا قلتها دي، اعمل سيلكت للشكل ده وترانسفورم، اصبح عندي الشكل ده لنقطة ارتكاز والشكل ده لنقطة ارتكاز. طب لو حددت الشكلين مع بعض كده وقلت له انا عاوز احدد الأداة دي الشكلين مع بعض، هما طبعا في لير واحد، نقطة الارتكاز في نص الشكلين في نص التحديد. لما ابدا ان انا، تعالى نبعد بقى شوية كده، مبدا ان انا اعمل استدارة بيلف حوالين نقطة الارتكاز. طيب لو نقطة الارتكاز دي أنا غيرتها في أي مكان ولتكن فوق خالص هنا، فوق الشكلين فوق خالص هنا، وبدأت إن أنا أعمل استدارة، يا رب يعني أنا بحاول أبسط المعلومة على قد ما أقدر. شوف كأنهم بيتأرجحوا مربوطين بحبل متثبتين حوالين إيه؟ حوالين النقطة دي، نقطة الارتكاز دي. لا أنا هرجعها تاني في مكانها، طبعا هي كده مش في مكانها، المفروض تكون في المنتصف. ماشي، وابدا الف كده اظبط مكانها كويس في المكان اللي ايه اللي انا عاوزه. تمام، يبقى احنا كده خدنا اول، تعال نكبر ده، خدنا اول اداه وهي اداه السيلكت بوينتس. ماشي، بحدد بها النقاط وعرفنا طرق التحديد. تمام، وخدنا الترانسفورم بوينتس او تحويل النقاط وعرفنا اهميتها وازاي ان احنا نكبر شكل معين او نصغره بالسحب كده او من احد الاركان، واهميه نقطه الارتكاز وازاي نعمل له استداره، وكمان ممكن نعمل له نسخ كمان، كنترول سي وكنترول في عادي خالص، من عادي مفيش اي مشكله. طيب الاداه الثالثه دي اسمها اد بوينت، يعني اضافه نقطه، واحنا ممكن نضيف نقطه. ايوه طبعا نضيف اي نقطه لاي شكل، وكمان مش نضيفها بس، ده احنا نضيف ونعمل لها سحب كده وشكل وكل حاجة. تعال نضيف كده نقطة هنا ونسحب، شايف ايه اللي بيحصل؟ نضيف نقطة ونسحب، هنا طبعا النقطة موجودة، هنا نضيف نقطة ونسحب، نضيف نقطة ونسحب، نضيف نقطة ونسحب، عادي خلاص مفيش أي مشكلة. طب النقطة دي أنا عايز يعني الانحناء ده عاوز أتحكم فيه أفضل من كده، نعمل إيه؟ الأداة اللي جنبها دي اسمها كيرف، اضغط عليها كده فهيظهر لي يعني مقابض السحب دي او مقابض التحريك، طبعا بالاطاله او بالتقصير، ممكن الزاويه تكون يعني حاده، لاحظ اهو، او بالاطاله وبالحركه. طبعا المقابض دي جميله جدا ومفيده جدا في رسم الاشكال. تمام خلاص، دي بالنسبة للمقابض. في عندي حاجة اسمها اسمها اللي تحتها دي اللي هي ماجنت، اللي هي المغناطيسية. لما بختارها كده بيظهر لي المؤشر على شكل دائرة كأنه يسحب معاه النقاط اللي أنا بحددها، بحدد النقطتين دول مثلا واسحبهم أهو. تمام، والقوة والضعف بالنسبة للمغناطيسية دي بيكون يعني بتتحدد بناء على الرقم اللي في الكومبو ده او التكست ده. تمام، طيب ايه كمان؟ في هنا عندي اداه اسمها ديليت ايدج او حذف الايه الحواف، نضغط عليها كده نشوفها بتعمل ايه. الاداه دي بتحذف النقاط، بتحذف النقاط، اروح على النقطه دي واضغط عليها بيحذف لي المسافة اللي بين النقطتين دول، في نقطة هنا ونقطة هنا، ضغطت هنا بيحذف الحافة بتاعة الايه النقطتين، ضغطت هنا بيحذف، هي زي يعني نعتبر انها ممكن نقول ايه زي الديليت كده او زي الممحاة المساحة كده يعني. تمام، طيب كمان عندي هنا طبعا ده درو شيب اللي هو رسم الاشكال، لما بنضغط عليها بيظهر لي هنا اشكال، منها المستطيل او المربع، ومنها الدائره او الشكل البيضاوي، منها المثلث، منها النجمه والسهم عادي خالص، والحلزون ده برضو بنستخدمه كتير.
ماشي، ومنها الايه المخطط اللي هو بيقول لي كام في كام، بتحدد هنا الرقم الافقي والراسي وترسم المخطط بتاعك. تمام، وطبعا النقط دي ممكن اتحكم فيها. تاني نروح لتحريك النقاط من هنا كده، وابدا امسك النقطه ماشي، اضافه نقطه مثلا هنا، وابدا ان انا احركها كده، احركها كده عادي خالص، مفيش اي مشكله. تمام، يبقى هنا فيه رسم الاشكال. الاشكال دي فيها حاجه اسمها اوتو فيل وحاجه اوتو ستروك، يعني لو انت مشيك على دول فهو بيشوف انت عامل فيل باللون الايه، طبعا ده الفيل، نختار اللون من هنا ونحدد اللون ده الفيل، يظهر معايا اقول له موافق، والستروك من هنا ماشي، اي ستروك انت تختاره مثلا ونقول له موافق، يبقى كده اصبح عندي الفيل باللون ده والستروك باللون ده. تمام، عشان انا محدد طبعا الشكل اللي هو المخطط ده الجدولي ده، فهو منين ما برسم بيرسم لي الشكل ده بنفس الايه الحدود اللي هي السميكه دي، اللي انا ممكن اتحكم فيها ايضا من هنا من الويد. تمام، لو شلت انت اوتو فيل واوتو ستروك فبيرسم المخطط من غير ايه، من غير فيل ومن غير ستروك، او بيرسم الشكل من غير فيل ومن غير ستروك، مجرد رسم للشكل وبعد كده انت بتحدده وبتعمله الفيل عادي. تعال نحدده كده ماشي، ونروح نضيف له الفيل بتاعه من اللون ده مثلا، فبيصبح نعمل له فيل، بس ده هناخده بعد كده يعني ان شاء الله. طيب كل الحاجات دي احنا عايزين نحذفها دلوقتي، نعمل ايه؟ انا عندي هنا اداة اللي هي الاريزر او الممحاة، المساحة ماشي، ممكن اضغط عليها وابدا ان انا ازود الحجم بتاعها كده، وابدا امسح كل الدنيا دي. تمام، او عندي اسهل من كده، محدش بيستخدم الاريزر قد كده ماشي، ممكن اعمل سيلكت للكل كده، هسلكت لكل النقاط وبعدين ديليت من لوحة المفاتيح، يحذف على طول مباشرة. تمام، حلو جدا جدا. طيب عندنا كمان القلم. القلم لما بحدده بيظهر طبعا الخصائص بتاعته فوق هنا كده. القلم الكتابة بتاعته بتكون السمك بتاعها طبعا من هنا من الاوبشنز، السمك بتاعه 75% اهوت ماشي، دي الخيارات بتاعتنا. تمام، بياخد اللون بتاعه منين، من الفيل ولا من الستروك؟ بص كده على الفيل، الفيل بالازرق الفاتح اللبني ده والستروك بالبني الفاتح ده. هو بياخد اللون، القلم بياخد اللون بتاعه من الستروك مش من الفيل. انت لو غيرت الفيل هنا باي لون اخضر اهوت وتكتب، هو ما بياخدش اللون بتاعه من الفيل، هو بياخده منين؟ من الستروك. نغير كده بني غامق اهوت، اصبح ايه اللون ده. ده بالنسبه للقلم. طيب القلم بنستخدمه طبعا جميل جدا وبنحتاجه كتير ماشي للرسم الحر. هنا في حاجه تحت القلم اسمها بولب براش، دي حاجه زي فرشاه سائله كده. طيب نغير بس الفونت بتاعها او الحجم بتاعها، نخليه كده. شوف بتعمل ايه، بتعمل لي كده كده، نعمل سيلكت. شوف هو يعني عملت خط، بتاخد له فيل من هنا وستروك من التحديد اللي انت عامله، دي زي فرشة كده بتبدأ ان انت ترسم بيها الرسومات بتاعتك، وبعد كده تعملها سيلكت للرسمة دي مثلا، وبتبدأ ان انت تصغرها تكبرها يعني اهو كده، تعمل لها استدارة اي حاجة يعني. تمام، ده بالنسبة للفرشاة السائلة. في عندي كمان حاجة اسمها، تعالى بس نحذف الحاجات دي، نحذف كل اللي احنا عملناه ده. الأداة اللي بعد كده اللي هي حذف، في أداة بتعمل لنا، تعالى نرسم رسمة، خلينا نرسم مستطيل كده، مستطيل اوتو فيل واوتو ستروك، نحذف ده.
نرسم مستطيل كده. المستطيل ده فيه هنا عندي أداة بتعمل يعني انحناء كده لإيه؟ للنقاط، بتعمل حذف، دي حذف للنقاط، النقاط الزائدة تعملها حذف. تعالى نرسم بالقلم كده مثلا، نشوف النقاط اللي عندنا. الأداة دي بتعمل يعني تقليل للنقاط، لما نضغط كده في نقاط إيه؟ بيتم حذفها، النقاط الزائدة، بيعمل تقليل للنقاط في المنطقة اللي أنا أضغط عليها. طيب نحذف ده، تحرير الفرق. طبعا هنا في نقطة أنا ما حذفتهاش. طيب كمان عندنا هنا لما نعمل سيلكت للشكل ده، واروح هنا في حاجة اسمها بند بايت كده، بص الشكل بيحصل له يعني زي ايه، انحناء كده، ولكن عشان هو شكل كده يعني منتظم فالانحناء مش واضح كتير. تعالى نرسم بالخط بتاعنا سكيتر براش ده بعض الاشياء كده اهو، وبعدين نعمل لها انحناء كده، حددها، لاحظ ايه اللي بيحصل. ده الانحناء لأسفل وانحناء لأعلى، ده بيتم من خلال أداة اللي مرسوم عليها الانحناء ده، تمام. طيب هنا في أداة اسمها دي بتاعت الانحناء الأفقي والرأسي، أو يعني تعال نشوف كده، بيعمل استدارة كده للشكل أو لمجموعة الأشكال اللي عندي سواء أفقيا أو رأسيا، تمام. بس عشان هو الشكل يعني في هو أيوه كده. كمان ده بيعمل لي برضه نفس الشغل كده، حاجات بتكون يعني بتبسط معانا الشغل في عملية إن إحنا عايزين نعمل حاجة ثلاثية الأبعاد وفيها بعد وفيها يعني عمق وكده. كمان النويز ده بيعمل انحناء للشكل ده، بس يعني إيه، بحاجة يعني زي عشوائي كده، مش هنبقى نشرحها لما نيجي عندها إن شاء الله أو لما نحتاجها في الشغل بتاعنا. ده كل شيء بالنسبة للمجموعة دي، فاضل بس تعالى نحذف ده، فاضل الأداة دي رائعة جدا اللي هي الفرشاة البعثرة دي، بعثرة. تعالى نحذف ده كله كده، ديليت ديليت. أنا في أداة البعثرة لما بختارها اللي هي دي، وأروح أبعثر كده بعض الأشياء. إيه الأشياء دي؟ دي عبارة عن حاجات بتاعة البحر، تمام، جميل، بس صغيرة أوي. ممكن انا اكون محتاجها صغيره، او ممكن انا اكون محتاجها كبيره. عايز تكبرها، كبرها من هنا، بيقول لي اقل ويدث واكبر ويدث، فانت كبر الرقمين دول لو عاوز لحاجات كبيره كده مثلا، ونبدا نضيف اهو، شايف سمكه نيمو وسمكه ايه ونجم البحر والحاجات دي، ده الحاجات دي في البحر اللي هي السي لايف. طيب ما في حاجات تانية، في مثلا بابلز، فقاعات كده، في كمان انسكتس، حشرات جميلة، في كمان لاندسكيب، حاجات من على الأرض، ماشي، في كمان ليفز، أوراق شجر، وعندنا ليترز، حروف، حروف مبعثرة، كمان في السلعة دي خدناها اللي هي الحاجات اللي في البحر، سموك دخان أو أدخنة، مش كده؟ وكمان ستارز، نجوم، نجوم وكواكب وحاجات جميلة، تمام. وفي كمان ممكن أستخدم الكليب بورد لو أنا صورت، أنا نسخت صورة معينة ومعايا في الكليب وبدأت إن أنا أبعثرها هنا، أو مجموعة صور، ودي هنتعرض لها إن شاء الله فيما بعد. كمان ممكن هنا اتحكم في
يعني الحاجات ما تكونش منضبطه او كده، ممكن تكون اتحكم في الخيارات ديت السبيسنج والفيل كلر والحاجات دي، وممكن كمان اتحكم في انها تكون يعني مقلوبه في الوضع الافقي وفي الوضع الراسي. يعني بص للسمكه دي، السمك كله معدول ومنتظم كده، لو اخترنا الخيار ده ماشي حددناهم وقلنا له هات لنا بقى السي لايف حياه البحر، ورحنا هنا كده وبعثرنا شوية حاجات من حياة البحر. تعال بص هنا على السمكة دي، شايف عاملة ازاي؟ معكوسة. طيب تعال نروح للسمكة التانية دي. تعال نعمل كده اهو هنا مثلا، فرس البحر ده برضو معكوس لأسفل، ماشي معكوس الناحية التانية دي. فده يعني بالنسبة لإيه؟ للخيارات دي. وطبعا ده كده يعني حاولنا نشرح الأدوات دي على قد ما نقدر بتبسيط وبسهولة جدا. نتمنى إن نكون يعني وفقنا في عرض المعلومة. ده بالنسبة لشريط الأدوات اللي هو درو، بنستخدمه كتير في الشغل بتاعنا. إن شاء الله في الفيديو القادم هنشرح شريط الأدوات الخاص بالفيل بكل التفاصيل إن شاء الله. اشترك في القناة وشارك الفيديوهات واكتب لنا في التعليقات، وشكرا لمشاهدتكم وإلى لقاء قريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.